صباح الخير، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله كلكم بخير. يعني هو إذا صوت واضح ولا تسمعوني اكتبوا لي على الجروب إذا ممكن أحد منكم يكتب لي. راح أبلش في المحاضرة. محاضرتنا اليوم عن الـ examination of patients with periodontal disease. هاي المحاضرة راح نشرح شلون نسوي examination حتى أقدر أوصل للـ diagnosis الصحيح. يعني احنا من يجينا patient تسمين تستمين patient في العيادات، انا اريد منكم diagnosis هذا patient ايش عنده من periodontal disease. لازم تعرف شلون يسوي الـ examination حتى تعرف يعني توصل الـ diagnosis الصحيح. طلاب الصوت واضح كتبوا لي على جروب عيني. شكرا تمام. المحاضرة مال اليوم حلوة، يعني تعلمكم شلون تتعاملون مع البيشنت أول ما يجي، شلون الشغلات اللي تنتبهولها. أول شيء نبدي بيه بالفيرست فيزيت من يجينا البيشنت، أول شيء آخذه منه هو شيء طبيعي الميديكال هيستوري والدنتال هيستوري. الميديكال هيستوري يعني أسئلة إذا يراجع طبيب معين، إذا عندنا في الأمراض مزمنة معينة، أمراض وراثية معينة مثل السكر، بليدنج ديسوردر، يعني إذا داخل مستشفى قبل، زين إذا داخل شنو الشيء اللي سواه، شنو المشكلة كانت عنده، أندر جي أي لولا، زين ياخذ مديكيشن أو ما ياخذ، يعني هاي اللي مديكيشن بصورة مستمرة ياخذها. البيشنت عنده حساسية لنوع معين أو مادة معينة مثل أكلة معينة، مادة معينة، دواء معين. يعني الفيميل إذا كانت بريجننت أو لا، إذا صار لها أبورشن، إذا يعني أي هرمون ديستربنس صاير عندها، هذا كله يأثر على اللثة. هو هنا يقول شنو الرغبة، يعني العلاقة بين الميديكال هيستوري وبين البريدنتال كير اللي احنا نسويه. العلاقة انه اكو بعض الامراض اللي عند البيشنت يصير لها اورال مانيفستيشن، يعني يبين على اللثة او على الاسنان مثل جماعة اللوكيميا، جماعة السكر. أكو أيضا بعض المديكيشن اللي ياخذوها البيشنت هم تأثر على البريدنتال هيلث مثل الفينيتون، دول اللي ياخذوا جماعة الإبيلبسي، لأن يكون بصورة مستمرة ياخذوا، فيصير إلى سايد إفكت على اللثة يبين. بعد مثل جماعة الكيدني ترانسبلانت اللي يسمون ترانسبلانتيشن، ياخذون اميونو سبريسر يتاثر على البريدنتال هيلث مالتنا، او حتى تزيد السسبتبلتي انه البيشنت يصير عنده بروبلم بالبريدنتال تشو او حتى بالتيت بصوره عامه. بعدين خلص الميديكال هيستوري ناخذ الدنتال هيستوري، يعني آخر مرة راجع الطبيب أسنان شو وقت كلش قد تراجع، شنو نوع العلاج اللي سويته، إذا patient كان يسوي أورثو شو وقت سويته، شو وقت كملته، شو وقت بلشت فيه الأورثو، نوعا ما هم يسوي inflammation للجنجيفي أثر لي على لون الأسنان إذا كان يعني لفترة طويلة، إذا مسوي implant أو لا، يعني زارع أسنان أو لا، حتى وين هل الأسنان زارعها، شو صار لزارعها، أشيك الأسنان إذا بيها موبيلتي أو لا. الأورال هايجين رجيمن مال البيشنت، يعني تفرج أسنانك أو لا، كلش قد تفرج، كم مرة باليوم الفرشة مالتك، كلش قد تبدلها. سؤال
social history. Social history يعني أسئلة، مثلا إذا عنده patient في habits معينة مثل smoking، يعني alcohol consumption، إذا كان سموكر يعني هيفي سموكر أو لا، إذا كان تارك التدخين، شو وقت تركته، شو صار لك السوشيال هيستوري، يعني أعرف من عنده الأكيوبيشن مال البيشنت. فهذا ينطيني فكرة عن البيشنت، هل هو يقدر يلتزم بالأبوينتمنت اللي راح أسوي فيها أو لا. لأن إحنا عندنا التريتمنت مالت البريدنتال ديزيز أكو بيها مو كلها تكمل جلسة واحدة، نحتاج جلسات أكثر من جلسة. فحتى أفهم هذا البيشنت راح يقدر يلتزم بهاي الجلسات أو لا، أو مثلا على الأقل أني أرتب هي بحيث تتلائم ويا وظيفته أو التزام اللي عنده. طريقة أخرى بالإكزامينيشن ممكن تفيدنا هي إنه آخذ كاس الأسنان مالته، أسوي له كاس الأسنان مالت البيشنت، يعني آخذ له إمبريشن الأسنان مالته. هذا شيء يفيد من الإمبريشن، تفيدني انه الكاف راح اخليه قدام البيشنت واناقش وياه شنو الشغلات اللي عنده او المشاكل اللي عنده. يا يعني انت عندك فلان مكان هيك وهيك، حتى تصير هي قدامه واضحه ويشوفها البيشنت. او مثلا التريتمنت فلان راح تسوي هي، احنا هيك راح نسوي او هيك راح نسوي فلان توت، وهذا كله قدام البيشنت يعني واضح. وايضا يفيدنا انه ورا ما كملنا التريتمنت نقارن بين التغييرات اللي صارت عند البيشنت سواء جلسته أو بأسنانه والإمبريشن السابقة اللي عندنا، ونشوف الفرق بيناتهم حتى هو البيشنت يشوفه. الراديوغراف هم بعض الأحيان أحتاج آخذ راديوغراف، كلش تفيدني بالدايجنوسيس إذا عنده فراكتشر مثلا بالبون أو باثولوجيك تشينج صايرة بالبون أو فد أنوماليز معينة، كلش تفيدني بالراديوغراف بالدايجنوسيس. أيضا ممكن آخذ له صورة مال الكاميرا يعني الأسنان، نفس الفكرة مال الكاست هم، يعني أشوف أقارن بين الأسنان قبل وبعد التريتمنت بلان مالتي من ناحية اللون، الجنجيفا شلون كانت. نبدي هسه بالأورال إكزامينيشن، يعني راح أبدي أسوي إكزامينيشن داخل البيشنت مام. بالأورال إكزامينيشن أشوف أول شيء إذا أكو أكيوميليشن مال فود ديبريز، مال بلاك على التو سيرفيس، ستين يعني الاماوت مال البلاك مشكل، يعني هذا ينطيني فكره انه هل البيشنت هو جود اورال هايجين لو لا، حتى اقدر اربط اذا كانت عنده عفوا بريدنتال ديزيز مشكله معينه بيها ممكن يكون سببها انه هو باد اورال هايجين، فلازم انتبه على البلاك والفود دبل الموجوده على الاسنان. مع ذلك اكو حالات عندنا احنا يصير بها بريدنتال ديستراكشن، يعني بريدنتايتس، لكن البيشنت الاورال هايجين مالته تكون اوكي زينه، يعني بحيث ماكو لا بلاك ولا شيء. فهذه بهالحاله يكون هذا الديزيز سبب اخر غير انه هو بعد اورال هايجين، ونبديها لازم نبحث عن السبب. الأدر مال البيشنت مام إذا كانت باد أدر أو لا، يعني حينطيني فكرة إنه أكو something wrong، أكو inflammation موجود عندي، احتمال من كاريز، احتمال من جنجبة، من بريدنتال تشو، ذني يسوون يعني يسوون باد أدر. إذا هو يعني أصلاً باد أورال هايجين زين. صوت ناصي والله ده صايف ده عيط. من أسوي examination للأورال كافيتي، أسوي examination for all، يعني مو بس الأسنان اللثة، البلت، الليب، التشيك، يعني هاي من داخل الأورال كافيتي كلهن أسوي، التانك أندر ذا تانك كلهن أسوي لهم
examination واشوف اذا اكو عندي اي pathologic changes. زين حتى الليمف نود اسوي لها examination. حتى الليمف نود من يصير عندي periapical lesion او periodontal lesion الليمف نود يصير بيها changes، يعني من يوصل مرحلة يصير بيها changes، فاني يعني هم حتى الليمف نود افحصها تكون عادة هي اذا بيها مشكلة تكون عادة يعني اللارج صايرة وتندر، يعني ازمها تأذي البيشنت اموبايل تكون، حتى السكين اللي يعطيها يكون ريد وورم، وحتى ورا ما اكمل الثيرابي مالتي يعني كمل اوكي وصار البيشنت اوكي سكسسفول ثيرابي راح نشوف انه الليمف نود حترجع لطبيعتها يعني خلال ايام او اسابيع حسب حالة البيشنت والكونديشن اللي عنده. البيشنت ايش عنده تيث ايش عنده امبلانت هم اسويها اكزامينيشن اذا بيها موبيلتي او لا كاريز، اذا البيشنت يسوي فد هابت معينه مثل قلنا الجريندينج يدز على اسنانه، يعني هاي هم تسوي لي مشاكل معينة ممكن تكون هي الـ complaint مال البيشنت. زين شنو هي الـ wasting disease of the teeth؟ الـ wasting disease هي يصير عندي lose the tooth substance. زين يكون بحيث التوث اشوفه كلش polished وسموث كلش. Yeah. الويستينج اللي يصير للتو سبستنس يجيني من عدة شغلات، منها ما يسمى بالإروجين. طلاب مو تنسون الحبر عين، منها ما يسمى بالإروجين. الإروجين هو يكون شارلي ديفايند شيب، يكون في الدبريشن موجود بالسيرفايكال اريا ماي تو سيرفيس على الفيشل تو سيرفيس، صاير عندي في الدبرشن مثل ما تلاحظون هاي الأشياء اللي شوي لونها فوخ على التوث سيرفيس على الفيشل سيرفيس تكون سموث وكأنما يعني شايني، هاي أسميها أسميه إيروجين. إيروجين ليش يصير عندي؟ من هبت معينة البيشنت يسويها، يعني هو يستخدم مثلا الأسيديك بيفرج يعني حموضة قوية يستهلك دائما أو يعني حتى مرات الأسيديك سلايفري سيكريشن هم يأثر، إذا كان الـ pH مال السلايفا مال البيشنت أسيديك يتأثر على الألمينة مال الأسنان يصير عندي بيها إروجين. الأبريجين شنو؟ الأبريجين هو هم لوز بتو سابستنس. الأبريجين يسوي ليها فد ميكانيكال وير، يعني فد فورس ميكانيكية تتسلط على الأسنان بس مو ماستيكيشن، ماستيكيشن نسوي بيش. زين فهم يصير عندي فد هاي الانجنتيشن بس تشوفوها هم فد الرشينات يصير أكثر شيء يصير عندي الأفرجين من يكون عندي السمنتم سيرفيس مال الروت صاير بي اكسبوجر، يعني اكسبوز صار عندي جنجافا رسجين بحيث الروت مال التوث اكسبوز الاورال كافيتي بسهوله انه يصير بي هذا الابريجن، مو مثل الايروجين يصير بالمينا مال السن السيرفايكال بورشن. فالابريجن اكثر شيء وين يصير؟ يصير بالاكسبوز سمنتم سيرفيس. النوع الثالث نسميه اتريشن. اتريشن هم اوكلوزال وير هم لوست تو سبستنس، لكن هذا وين يصير؟ بالانسايزال ايدج او الاوكلوزال ايدج، حتى بالانتربروكيمال تشوفون هاي الاسنان الحافه مالتها الانسايزال شلون صايره عباله محكوكه، هذا اتريشن. هم يكون التوث سيرفيس شايني ويميل الى انه يكون يلو او البراون، ليش؟ لانه الانامر رود ما يصير بها فراكشر،
والدنتين في الحالة اللي يصير فيه إكسبوز فلونه حيكون يعني مايل إلى صفر أو براون، ديسكالريشن حيصير عندنا، بحيث هاي الحالة حتى السنسيتيفي تساوي للأسنان لأنه حيكون هنا الدنتين إكسبوز. فهيجي شغلات أو ديفكتات للأسنان لازم ننتبه لها، لأن هي قد تكون سبب البين أو الكومبلينت مال البيشنت. دنتال ستين هم لازم أشوف إذا عنده فد ستين معينة، ستين غريب شكلها، وستينات تكون إما جينيتيك أو يعني هي من تكوين الأسنان جينيتيكلي موجودة، أو نتيجة يعني إنه هو سموكر البيشنت، تتراسايكلين إذا من كان هو يعني طفل المذر انتيك التتراسايكلين، التتراسايكلين اللي يسوينا على الأسنان مال الجنين فد صبغة معينة، لذلك احنا اي بريجننت كونترا انديكيشن الها التتراسايكلين لان يأثر على الأسنان مال الطفل. ويا الايجينج ايضا يتغير لون الأسنان، هم نخلي هذا الشيء ببالنا. الهايبر سنسيتيفيتي يجيك بيشنت يقول لي أسناني كلش حساسة، هاي يعني أكثر شيء راح نشوفها بيشنت صاير عنده جنجال رسجن هواية، فاللي هو السيرفيس إكسبوز من يكون عندنا هيك حالة تصير عندنا هاي هايبر سنسيتيفيتي، يعني تكون هايبر سنسيتيف الأسنان للثيرمال تشينجز وحتى للتكتايل سيميليشن، يعني إذا شوي هيش نضرب على الأسنان يتحسس منها البيشنت، وحتى هو مرات يعني رأسا يدليك على المكان اللي هو بيأذي، يروح على المكان اللي صاير فيه exposed root surface، بحيث الهواء البارد من الخلية أو حتى البروب من نسوي دايجنوسيس يأذي، لأن كل سنتي تكون المنطقة. التوث موبيلتي احنا قلنا من الشغلات اللي لازم نفحصها بالاكزامينيشن مالتنا هو الموبيلتي مال الاسنان، بس اخلي ببالي انه التيت بصوره عامه هي يكون عندها سلايد ديجري من الفسيولوجيك موبيلتي، هاي نسميها شو الموبيلتي فسيولوجيك، يعني هي فشي طبيعي ونورمال. بنفس الوقت هاي الموبيلتي تختلف من سن لسن ومن وقت لوقت، يعني الموبيلتي تكون greatest when بالمورنينج، تبدي شوية شوية تقل من ما كانت عليه. هذا ال increase بالموبيلتي at morning ليش؟ لأنه يصير بالأسنان slight extrusion للتوث. ليش؟ بيسوي اكسبروجن، يعني اكسبروجن شوية تطلع من السقف هي قاعدة، بس هذا طبعاً إحنا ما نحسه، هو اللي نقول سلايد إحنا ما نحسه، بس هو فيسيولوجيكلي موجود. ليش بيصير عندنا هاي العملية؟ لأنه ماكو أوكلوزال كونتاكت، لاكو إيتينج، لاكو أوكلوزال فوز تسلط على الأسنان، البيشنت يكون نايم، ماكو أوكلوزال كونتاكت، فحيصير شوية سلايد اكسبروجن. زين؟ من يعني يصحى البيشنت during the waking hours هاي الموضوع شوية شوية راح تقل، ليش؟ لأن حيرجع chewing and swallowing forces ترجع الأسنان المكان يصير بيها انترودد. هاي الـ 24 hour variation بالتوث موبيلتي احنا ما نحسها بالبيشنت اللي يكون عنده healthy periodontium، لكن أكثر شيء نحسها بالبيشنت اللي عنده مشكلة أسنانه أو من لثة مالته، خصوصاً جماعة الهبت اللي هي الفورسيزم والكلينشن، قلنا دول اللي يفزون كلش على أسنانهم أكثر شيء هم نايمين. بنفس الوقت السينجل روت تيث حيكون عنده أكثر موبيلتي من المالتي روت تيث. اللي يصير عندي لوز بالتوس سابورت معناها أنا صاير عندي بونز، والأماونت يعني اللي هو بالنتيجة حينطيني نوع من الموبيلتي بالتوث، فهاي الموبيلتي تعتمد على السيفيريتي والديستريبيوشن مالت البون لوس، يعني بنفس الروت سيرفيس. هذه الصورة أول وحدة نلاحظ أنه البون أوكي ما بي أي لوس صاير ولا ريزوربشن، ويا مستوى سيمنتو أنامل جنكشن تقريباً
هنا لا، هنا لاحظ انه نازل على مستوى الروت هوايه، يعني لانه احنا قلنا البول لازم يكون يحاول الروت عن طريق يصير اتشمنت عن طريق البريفنتوم ليجمنت يربطون السيمتوم ويا البول. هنا صار عندنا بالصوره الثانيه ريزوبشن بالروت، بحيث هنا حتى بالفوركيشن اريا صار عندنا ريزوبشن. ثم فروم اوكلوجن هي الانجري اللي يتعرض لها التوث من الاكسسيف اوكلوزال فورس، حكيناها قبل هاي. وممكن هم يزيد لنا التوث موبيلتي، البروكسيزم يزيد لنا التوث موبيلتي، لان هو اصلا بيسلط لي فورس على التوث اكثر مما مهيئ للبريفنشن انه يتحمله. من يكون عندنا انفلاميشن بالبريودنتال تشو، يعني بالجنجبة صار بعدين اكستنشن من الجنجبة للبريودنتال ليجمنت، هذا الشيء هم يزيد التوث موضوع، يعني مو بس البوندوس، ايضا من يصير ديستركشن بالبريودنتال ليجمنت هم يزيد التوث موضوع. من اسوي بريودنتال سيرجري افتح كلاب معين، اسوي بريودنتال سيرجري باللثة هم يصير عندي توث موضوع وتروح طبعا ويا مع ال هي اللي بيصير يعني شورت يعني زين. التروما فروم اوكلوجن قلنا هي تشو انجري تعرض لها الاسنان من اوكلوزال فورس. تأثر على البريدنتال تشو، فتأثر حتى على البون يصير بي ريزوبشن. sensitivity to percussion، يعني من يجب تشد أفحص أسنانه بال end mark المرار أو البروب أشوف هل هو sensitive to percussion ولا. زين إذا كان sensitive حيعطيني فكرة عن إنه ممكن يكون عنده inflammation بال periodontal ligament. البيركوشن مالت من اسوي اريد يعني دايجنوستس، اذا كان عندي انفلاميشن بريدنتال ليجمنت البيركوشن مالت مثل هاي الصورة الثانية المفروض يكون هوريزنتال مو اوكلوزال، يعني مو اخلي فيرتيكال لا هوريزنتال او احنا نسميه لاترالي. اذا كان سنسيتيف لهذا البيركوشن فعنده انفلاميشن بريدنتال ليجمنت. هسه انا كبريو اجي اسوي اكزامينيشن للبريودونشيوم مالت الاسنان، ابي لازم طبعا صوره عامه كل الاسنان بالدنتال ارش اسوي لها اكزامينيشن زين، واشوف اذا كان عندي ساينز مال جنجايفل او بريودنتال ديزيز. اول شيء افحص يعني او انتبه عليه هو اذا كان اكو بلاك كالكولوس على الاسنان، اكو الكالكولاس يكون عندي سوبرا جنجايفال لابو كالكولاس، هذا اللي واضحات اشوفهم بالعين، واكو لا يكون يعني مو دايركتلي سب جنجايفال. سب جنجايفال شويه شلون اعرفه، يعني امرر البروب بالجنجايفال سايكاس بين التوث شو اسمه حيبين عندي اذا كان اكو سب جنجايفال كالكولاس او لا، يعني يصير عندي شويه كاتش بالبروب يشلل البروب شي هارد داخل السيركاس معنى هذا كاركلوس. شفت اول شيء البلاك والكاركلوس، اجي هسه بعدين نسوي اكزامينيشن للجنجبه. الجنجبه قلنا احنا اخذنا الفيتشرز مالت الهيلثي جنجبه اللي هي قلنا الكلر الستايل الكونسستنسي، هذين الشغلات اللي انتبه لهم من اجي اسوي دايجنوست او اكزامينيشن. انتبه هنا اذا كان اكو بليدنج بين بمكان معين. من يصير عندي جنجيفال انفلاميشن التشو راح تكون تو تايب، اكو اللي نسميها اديماتوس واللي نسميها فايبروتيك. الاديماتوس يعني اديمه بيها، يعني شلون الفلويد موجوده بالجنجبه، تكون الجنجبه سموث وسوفت وشاين تكون. بينما الفايبروتيك هاي هنا لا حتكون firm stable opaque، وفكر ان يعني من يعني الجنجايفال مارجن مالتها تكون more thick من الطبيعي،
وبإضافة إلى أنه تكون راوند. إحنا أخذنا بالجنجبة قلنا الجنجبة والمعجون تكون شلون شكل النايف، بس من يكون عندنا inflammation أو fibrotic صاير بيها، هي fibrotic يعني إحنا قلنا بش المحاضرة بيزيد عندنا البرودكشن مالت الكولاجين فايبر، تصير fibrosis بيها، تكون المارجن مالتها راوند. حضور عيني لا تنسوا. زين خلصنا من الجنجبة، هسه نجي على البريودنتال تيشو. شلون اعرف هي اذا بيها مشكلة او لا؟ انا الجايد مالتي البريودنتال بوكيت اسوي له اكزامينيشن، يدخل البروب بين التوث والجنجبة بالجنجايفا سلكس. زين فاذا كان عندي مشكلة بالبوكيت او صاير عندي انفلاميشن بحيث الجنجايفا سلكس، بهالحالة ما نسمي بعد جنجايفا سلكس، راح يتحول الى بوكيت نسميه. يصير عندي color changes، يعني يكون لونه بلوش ريد، هاي المارجنال جنجيفا، اللارج ادماتال جنجيفا، يعني هم من يصير عندي مشكلة بالبريودنتال تيشو حتى الجنجيفا راح تكون بيها انفلاميشن. بليدينج يعني من ادخل البروب واطلع من السلكس راح اشوف انه يطلع البلاد بعدين من البريودنتال بوكيت. بصورة عامة هو البوكيت اذا كان عندي بصورة عامة هو painless، ما يسوي لي ألم زين، لكن ممكن انه شي يسوي لي، يعني احيانا يسوي لي localized pain بالأريا، يسوي لي sensation مال pressure بالإيدين اللي هو gradually ممكن يسوي لي damage. يعني sensitivity صار عنده للhot والcold thermal changes. أشوف إنه السن هو البيشن تشكي منه عنده pain، لكن ما بي يعني كارز اللي ممكن أقول إنه ها والله هذا السن إيه بي كارز ده يأذي، لا هو التوث يكون sound وكل شيء ما بي. مع ذلك البيشن يقول لك يوجعني مرات في الأكل، مرات في الحار والبارد، ومن أضغط عليه هم يأذيني، أو من يصير أكلي بس من أكل عليه، فهذه أخلي بال احتمالات إنه أكو بريودنتال بوكيت. زين شلون أجي أسوي له ديتكشن؟ طبعا عندنا هو بروب خاص له نسوي له ديتكشن بي، اللي هو بريودنتال بروب، يكون مقسم بتقسيمات معينة. ممكن اخذ راديوغراف اذا كان عندي، يعني هو البوكيت تشينجز هو سوفت تيشو تشينجز، يعني اذا صار عندي انا بالكريدنت او قلت اللي هي سوفت تيشو، اذا كان واصل عندي مرحله انه واصل يعني صاير حتى بون لوز عندي، فبالاكس راي راح تفيدني، راح يبين عندي البون لوز الاماونت مالته، فبهالحاله الراديوغراف ممكن تفيدني. بس اذا ما عندي بون لوز الراديوغراف ما راح كلش تفهمني الديف مالت البوكيت ولا حتى السيفيريتي مالته. هسه نجي على البوكيت بروبن، قلنا احنا عندنا بروب خاص للبريودنتال بوكيت. البوكيت بروبن عندي اني نوعين من البروبن، عندي ما اسميه البيولوجيك ديف وعندي البروبن ديف. البروبينج ديف هي القراءة اللي تطلع عندي على البروب اللي أنا بديكم مقسم إلى تقسيمات وأرقام معينة، بحيث من أدخله البروب بالجنجايفا المارجن لحد البيس مال البوكيت راح يقرأ لي. هسه لو تشوفون هاي الصورة اللي على اليسار مكتوب البروب من دخلناه شد واصل مستوى 3 ملي اللي هو نورمال، الجنكشنال إبيثيليوم تقريبا ويا مستوى السينوبتاينال جنكشن 3 ملي، بينما بالجهة اليمين 5 ملي، صاير عندي ديستركشن للبريودنتال ليجامنت والجنكشن ابيثيليوم، لذلك يعني البيس مالت الجنكشن ابيثيليوم دافع ابيكالي، فالبوكيتس جايت صار عندي اعلى من الطبيعي. هذا اسميه بروبينج ديف، قراءة طلعت عندي
اني اشوفها دايركتلي عن طريق الابراج. البيولوجيك ديث اللي نحكي عنه اللي هو اقيس نفس الشيء من الجنجايفر مارجن لحد البيس مال البوكيت، اللي يكون يعني لحد يعني هي نفسها الجنكشن ابيثيليوم او الكورونا من مال الجنكشن ابيثيليوم. هاي اقدر اشوفها بس هيستولوجيك، يعني اخذ هيستولوجيك سنكشن يلا اقدر اعرف هذا البيولوجيك ديث. بس البروبيك ديث هو اللي اكثر شيء طبعا احنا هو اللي نمشي عليه بالدايجنوسيس مالتنا او الاكزامينيشن، هو البروبيك ديث اللي انا اقيسه عن طريق البرينتال بروب. نفس الوقت اني القراءة مالتي اكو عدة عوامل تأثر عليها. اول شيء الفورس اوف انتروديوسنج، يعني الفورس اللي اني بيها دخلت البروب بين التوث والجنجيف، هذا السلكس احيانا كلش قليلة احيانا كلش هذي، بحيث هي تسوي الدستركشن للجنكشن ابيثيليوم والبروب يصير بالبنتريشن. فراح اقرا انه القراءة عالية مع انه هي كانت الفورس غلط اللي صلبتها. ايضا شغلة ثانية السايز مالت البروب بدا استخدمه، التب مالته اكو تب كلش رفيع الصير واكو تب الصير يعني دستركتيف الصير كلش هيوج وتأذي المنطقة. الدايركشن مال البنتريشن لو تشوفون هسه هنا هاي الصور، الدايركشن مال البنتريشن يختلف من مكان لمكان وكله طبعا يأثر على القراءة مالتي. الريزيستنس مال التشو هي الكونسيستنسي مالتها، اذا اكو كونفكسيتي للكرام يعني للتوث نفسه تأثر لي على البنتريشن مال البروب، يعني حيعيق شوية البنتريشن مال البروب. وبالتالي ايضا هو الديجري اوف تشو انفلاميشن، اذا كانت كلش انفلام فهو البروب اكيد راح يخترق، واذا كانت لا انفلاميشن قليل لا يعني راح يوصل تيف معين قليل ويوقف. فالبنتريشن مال البروب يتأثر بهاي العوامل. يعني انا من اقيس البوكيت يجوز مو نفس ما نفس البروب، يعني هو نفس البروب انا اقيسه وانت تقيسه يجوز تختلف القراءة عندنا. وطبعا هي اذا كانت اكو ديجري مال انفلاميشن بحيث صاير عندنا ستراكشن للجنكشن ابيثيليوم والبوكيت صاير عندنا كبير، يعني هو اوكي حنوصل احنا للقراءة الصحيحة، يجوز يطلع مثلا فرق من دين فرق من يعني اكثر او اقل. زين احنا قلنا البروبينج او الطريقة اللي نسوي بيها انسيرشن للبوكيت كلش تأثر. فشلون البروبينج تكنيك الصحيحة حتى ادخل بيها البروب للبوكيت؟ لازم البروب انسيرتد بارلل، يكون بارلل للونج اكسس مال التوث، لا اعوجة ولا ابد، بارلل داخل ايش اسمه اللونج اكسس، ويكون يعني البروب ان كونتاكت ويا التوث سيرفيس. يعني انا مو اخلي البروب كونتاكت ويا البوكيت بي الجنجايفال سايد وبي التوث سايد، انا وين اخلي على جهة التوث بارلل للونج اكسس مال التوث وامشي داخل البوكيت. يعني طبعا داير مداير التوث كل المناطق اخذها، يعني ميزيال ديستال الليمبوال الليبيال سيرفيس، ونشوف الديبست اريا الموجوده بالمنطقه حتى الموتروز تيب منطقه الفوركيشن هم اسويها اكزامينيشن. الفوركيشن طبعا مو نفس البروب العادي اللي هسه قبل شويه شفنا صورته، لا اكو فد بروب معين نسميه نابرز بروب، هذا وين نستخدمه؟ نستخدمه بال examination مالت الفوركيشن involvement بالبوكيت. شوفوا هذا شكله يكون easier انه يعني يسوي penetration بالفوركيشن area مو مثل البروب العادي. هسه نجي على level of attachment versus البوكيت depth. البوكيت depth شي، البوكيت depth هو شنو؟ هو الديستنس من الجنجايفال مارجن لحد البيس مال البوكيت اللي احنا قلناها اللي هي الكورونا ليميت مال الجنكشنال ابيثيليوم. بينما الاتاتشمنت ليفل هو النقطة او الليفل اللي يبتدي اتاتشمنت بين الجنجايفال تشو وبين التوث، اللي هي مين تبدينا؟ تبدينا من
الجنكشنال إبيثيليوم اللي احنا قلنا عادة وين يكون موقعه؟ يكون عادة موقعه ويا سينتو انامال جنكشن. لحد وين هذا الليفل اقيسه؟ لحد البيس مالت البوكيت. فعندي بوكيت ديف من الجنجايفال مارجن من بداية الجنجيفة لحد البيس. اتاتشمنت ليفل لا من راح اقيس الاتاتشمنت ليفل من السينتو انامال جنكشن اللي هي المفروض يكون عندها الجنكشن والإبيثيليوم ويبدي بي الاتاتشمنت مالته لحد وين؟ لحد البيس مالت البوكيت. شوفوا شلون راح اقيس الاتاتشمنت ليفل. عندي ثلاث حالات. شوفوا هاي اول صوره. اول صوره احنا قلنا اجي اقيس اني اول شيء شنو؟ اقيس الجنجايفال مارجن لحد البيس مال البوكيت. راح اقيس هذه الجنجايفال مارجن عندي هنا باول حاله تكون الجنجايفال وين موجوده؟ على كرام، يعني موقعها الطبيعي على الاناتوميك كرام كورونا موجوده. زين راح اجي اقيس اني اول شيء اني هسه اطلع الليفل مال اتاتشمنت. ايش راح اقيس اول شيء؟ راح اقيس الديستنس اللي هي مال البوكيت اول شيء، اللي هي مثل ما احنا نعرفها الطبيعيه من الجنجايفال مارجن هاي لحد البيس مال البوكيت. زين انا طلع لي شقد مثلا المسافه؟ طلعت لي 6 ملي. هذه كلها ال 6 ملي شو اسوي حتى اطلع الاتاتشمنت ليفل؟ الاتاتشمنت ليفل احنا قلنا منين هو يبدي؟ يبدي من ال سيمنتو انامال جنكشن لحد البيس مال البوكيت. شلون اطلع الاتاتشمنت ليفل؟ راح اجي اقيس الديستنس، اقيس الديستنس من الجنجايفال مارجن لي وين؟ للسمنتو انامال جنكشن. ركزوا، من الجنجايفال مارجن لي وين؟ للسمنتو انامال جنكشن. مثلا طلع لي 3 ملي. انا بوكيت ديبث ايش قد عندي؟ عندي 6 ملي اللي هو ركزوا من الجنجايفال مارجن للبيس مالت البوكيت. بهالحالة شلون اطلع الاتاتشمنت ليفل؟ اطرح الستة ملي اللي هي البوكيت ديبث كلها طلع لي من الثلاثة ملي اللي هي شنية؟ اللي هي الديستنس من الجنجايفال مارجن للسمنتو انامال جنكشن. وقت لي هي جوا مسافة من السمنتو انامال جنكشن للبيس مال البوكيت هي هاي الاتاتشمنت ليفل اللي هي معناها 3 ملي. اكو حاله عندي ثانيه. زين لما تكون الجنجايفال مارجن ويا مستوى السمنتو انامال جنكشن، يعني مو على الكرام لا، شويه صايره بيها ريسجن واصلت لي لحد مستوى السمنتو انامال جنكشن، اللوز اوف اتاتشمنت هنا او الاتاتشمنت ليفل هنا شبيه راح يكون مساوي نفسه ويا البوكيت ديبث. ليش؟ يعني لا اطرح ولا اجمع. ليش؟ لان انا عندي الاتاتشمنت ليفل شلون اطلعه؟ اقيس المسافه اولا من الجنجايفال مارجن للبيس مال البوكيت. زين طلعت لي مثلا 6 ملي. شلون اطلع الاتاتشمنت ليفل؟ راح اجي اقيس الديستنس من الجنجايفال مارجن لحد السمنتو انامال جنكشن اللي هي شنو؟ هي ما عندي اي ديستنس هنا، هي صفر ما عندي، لان يعني هي جنجايفال مارجن ويا الليفل مال السمنتو انامال جنكشن، فما اطرح شيء. راح اقول 6 ناقص 0 ايش قد هي؟ 6. فبهالحاله الاتاتشمنت لوز والبوكيت ديف راح يكون المتساويات بهالحاله. زين عندي شغله ثالثه، الجنجايفال مارجن ايش بيها؟ راح تكون ابيكالي، ابيكالي المن للسمنتو انامال جنكشن. شوفوا الصورة الثالثة اللي على الجهة اليمين صايرة آخر حالة. الجنجيفا وين صايرة؟ صايرة يعني هذا أنا عندي السمنتو انامال جنكشن، هذا فوق. زين هذه دايت الروت، هاي هنا الجنجايفال مارجن واصلة هذا اللون الوردي. زين بهالحالة شلون أطلع الاتاتشمنت لوس مالتي؟ أجي أقيس عادي من الجنجايفال مارجن، راح أقيس زين
تحت البيس مالت البوكيت، هذا بوكيت ديبث. زين راح اقيس بعدين مسافتي اللي اني هو قلت اقيسها من الجنجايبال مارجن لحد السمنتو انامل جنكشن، هنا بالعكس صايره الجنجبه جوا والسمنت صاير السمنتو انامل جنكشن صاير فوق. بهالحاله الاتاتشمنت لوس شلون اطلعه؟ راح اجمع الديستنت اللي قستها من الجنجايبال مارجن لحد السمنتو انامل جنكشن، زين، واجمع الديستنس اللي قستها من الجنجايبال مارجن لحد البيس مال البوكيت، يعني لان الرقمين سوية اجمعهم حتى اطلع الاتاتشمنت لوس. ليش؟ لان احنا قلنا الاتاتشمنت لوس اقيسه من السمنتو انامل جنكشن للبيس مال البوكيت. بهالحاله المسافتين راح ينشنن عندي اجمعهم مو اطرحهم بالعكس. زين احنا ليش اختارينا كبوينت نقيس منها الاتاتشمنت ليفل السمنتو انامل جنكشن؟ ليش ما اختارينا هو نفس الجنجايبال مارجن؟ لان الجنجايبال مارجن تتغير مكانها، يتغير من وقت لوقت، يعني بحيث احيانا تكون لاجت احيانا تكون بها ريسجن، فمكانها مو ثابت. بينما نقطه السمنتو انامل جنكشن لحد البيس مال البوكيت هاي ثابته، ها يعني السمنتو انامل جنكشن ثابت ما يتغير، بد ستاند بوينت يعني اعتمدها افضل حتى تطلع لي الاتاتشمنت ليفل. وهو طبعا الاتاتشمنت ليفل يعطيني فكره عن الدستركشن بالبريودنتال ديزيز احسن من البوكيت ديف. يعني البوكيت ديف احيانا احنا قلنا ان ما نسميه بالفولس بوكيت، اللي هو صاير عندي بوكيت انلارج بس نتيجه انه الجنجيفا صاير بيها يعني انفلاميشن فرايحه كورونا، من شلون اول حاله من قلناها، وهذا فولس بوكيت، هذا ما صاير انستكشن للبريدنتال تشو بس بالجنجيفا انفلاميشن صاير بيها. بينما الاتاتشمنت ليفل او الاتاتشمنت لوس ينطيني فكره اذا صاير انستكشن او لا. ليش؟ لانه سمنتو انامل جنكشن من عنده راح اقيس لحد البيس مال البوكيت. احنا قلنا لما ما عندي ديستركشن المفروض البيس مال البوكيت او الجنكشن ابيثيليوم يكون مستوى مالته ويا سمنتو انامل جنكشن. لما عندي تغيير دي معناها عندي ديستركشن بالبريدنتال تشو. بليدينج اون بروبينج، بليدينج اون بروبينج هذه هم مهمه لازم اسويها بالاكزامينيشن للبريدنتال ديزيز. الفكره مالته انه انا اسوي بينتريشن فورس على خطه ايدي، خلينا نقول هم للسوكيت. زين اذا صار بي يعني بليدنج من المنطقه هاي معناها انا عندي جنجايبال انفلاميشن او حتى بريودنتال انفلاميشن. زين احيانا يكون كلش قليل واحيانا لا يكون يعني بروفيوز بليدنج حسب درجه الانفلاميشن اللي عندي. البليدنج اون بروبينج احنا قلنا سوينا انترودكشن للبروب الى داخل السيركس وطلعنا. بعض الاحيان ما يصير عندي راسا بليدنج ورش كم ثانيه، أنا شو أسوي بهالحالة؟ لازم أنتظر في 30 إلى 60 ثانية يلا أشوف صار بليدنج لو لا، حتى أتأكد إنه أكو إنفلاميشن لو لا. لأن إذا يعني رأسا أشيل البروب وها هي ما شفت بليدنج أقول إيه ها هي لا ماكو إنفلاميشن، ورا شوية لا صار بليدنج، أنا يعني ما انتبهت له، فلازم أخلي ببالي إنه أنتظر شوية 30 ثانية على الأقل يعني. واشوف راح يطلع بلاد لو لا، اللي طلع اكو انفلاميشن، اللي ما طلع يعني اوكي ما عندي انفلاميشن بهاي المنطقه. زين هنا عندنا يعني اثناء الانفلاميشن عندنا انه اقيس الاماونت مال الاتاش جنجبه، ايش قد عندي اماونت من الاتاش جنجبه؟ احنا قلنا الاتاش جنجبه نقيسها من الجنجايبال مارجن لحد الميوكو جنجايبال جنكشن اللي اخذناه محاضره الجنجبه. ليش هي هاي المسافه مهمه عندي؟ لان انا بعض الحالات بالتريتمنت مالتي احتاج انه يكون ما بدوكم بهاي الفيشن الحالات، احتاج انه يكون عندي يعني سفشنت اماونت من الاتاش جنجبه. زين فأقيس المسافة مالتها من الجنجايبال مارجن لحد الميوكو جنجايبال جنكشن.
أيضا الجايبر السجن هم لازم أقيسه إذا عندي ريسجن أو لا، اللي هو يعني أقيسه من سمنتو أنا موجكشن لحد الجايبر مارجن وين واصله. يعني هسه هذا التوث هذا ما عندي لي جنجايفر السجن، الجنجايفر المارجن أصلا مغطي السمنتو أنامال جنكشن، بينما هنا لا، هذا هنا السمنتو أنامال جنكشن عندي، أقيس المسافة منها لحد هاي المارجن مالت الجنجيفا، هذا هو الجنجايفر السجن أو الأماونت مالته. أيضا شي عندي لوس بالأليبيار بون لازم أقيسه، زين مهم إنه أشوف إذا عندي لوس بالأليبيار بون ولا لا، حتى أقدر أقيم الديجري مالت البريزنت أو ديستراكشن اللي صايرة عندي في التشو يعني. زين من ناحية الفيشن والبنجول أسبكت مال التوث، طبعا المنطقة أعطي الفيشن أنستيزي طبعا لازم، زين وأقيس الديستنس لحد وين يعني، يعني هو ندخل البروب احنا مش جايب مسكس وين يصير عندي، يعني ها هي وقف بعد ما يدخل معناها انا وصلت الاليبيار بون كريست، هي بداية البون لهنا انا اوقف، هذا هو الديستنس نفس البريزنت بروب مالتي اللي هو مقسم بنفسه، اقيس شقد عندي انا البون عندي وين واصل. زين وبعدين اسوي حساباتي، انا عندي بايولوجي فولس كنا احنا بين نقيسه من جنكشن ابيثيليوم هو المسافه مال الجنكشن ابيثيليوم والجنجايفا كونكتيف تيشو، وراها يجي عندي البون. واحنا البايولوجي فولس قلنا 2 مللي، بعض الاحيان يصير 3 او 4، فاذا كانت عندي هاي الديستنس كلش اكبر من هاي المسافه معناها انا عندي بون لوز. زين البولوز يكون على شكلين او طريقتين، نسميه ما يسمى بالهوريزونتال واكو اللي نسميه الفيرتيكال. الهوريزونتال هو اللي يكون يعني البولوز هنا مستاوي كل الاسنان، بين كل الاسنان اشوفه انه مستاوي، بينما الانجولار او الفيرتيكال لا، راح يكون بجهة اعلى من الجهة الثانية مو مستاوي، فهذا اسميه horizontal العفو vertical. vertical يكون اللوز مال البون اكو منطقة يكون more apical للمنطقة اللي يعني the medial يكون more apical than distal. periodontal abscess اكو عندي periodontal abscess، اكو عندي gingival abscess وعندي periapical abscess. زين periodontal abscess هو عبارة عن accumulation للإكسودات وين within the gingival margin، هذا كله عبارة عن accumulation للإكسودات نتيجة الانفلاماتوري process والانفلاماتوري response اللي يسوي الهوست ديفنس اللي أخذناها الموجودة في الجنجايفل أو periodontal tissue، هي تسوي لي هذا الإكسودات accumulation مالته. periodontal abscess طبعا يكون acute أو chronic. زين يكون على شكل أول إليفيشن على الجنجيفا along the lateral aspect مال الروت، انتبهوا لي البريدنتال أبسس يكون along the lateral aspect مو هنا بالوسط لا، lateral حيكون along the lateral aspect مال الروت. كسم دومز هو يعني يسوي لي radiating pain, throbbing pain, tenderness، يعني الجنجيفا تكون tender للpalpation، وحتى احيانا يسوي لي يعني فيبر مانيس، هاي يعني سيستميك افكت بتطلع عندي. هذا الصورة الكرونيك بريدنتال ابسس، الكرونيك بريدنتال ابسس يسوي لي ساينس تراكت، يعني يفتح عندي فتحة صغيرة اوبننج صغيرة يطلع من عندها الجنجايفا والمفوزة يطلع من عندها الاكسودات. الكرونيك ابسس ما يسوي لي بين، لكن احيانا البيشنت ممكن يقول لي انه انا من اعب على شيء يعني بالاكل يوجعني يقوم هذا السن، اذا كان ان هذا ما يسمى بالجناونك بين اخلي بالي انه هذا ممكن يكون كرونيك بريدنتال ابسس. البريابيكال ابسس لا، هذا البريابيكال ابسس حيكون موجود وين بالابيكال اند مالت
الروز، أو العفو خلينا نقرأ أول شيء جنجافا الأبسس، مو اللي أبيكال. الجنجافا الأبسس يختلف عن البريدنتال أبسس، اللوكيشن الهيستوري. الجنجافا الأبسس حيكون وين؟ ويا المارجن مالت الجنجفة. انتبهوني، احنا قلنا ال بريودنتال ابسس حيكون لاترال للروت الونج الروت سيرفيس، والجنجايفل لا حيكون ويا الجنجايفل مارجن، ويا المارجن مالت الجنجفة. البري أبيكم هذا حيكون موجود بالبري أبيكم ريجن مالت الروز. أكثر شيء أميزه أخذ راديوغراف لأنه كل شيء يكون واضح عندي مكانه، فأتأكد أنه هذا بري أبيكم وليس بريدنتال. بري أبيكم هو يصير إلى يعني متعلق بالروت. هذا راديوغراف قلنا، شوف هذه النهاية الراديوليسنت شوية صغيرة، زين هذه تعطيني إنديكيشن إنه أنا عندي فري أبيكال أبسس، ومع ذلك فري أبيكال أبسس ممكن إنه يروح حتى لاترالي، يوصل لاترالي يعني إذا كان كل شيء كبير ويكبر يوصل حتى لاترالي، بس هو الأوريجين مالته الروت مالت التوب. أكثر شيء فيدي أشوف إنه أنا عندي هنا كاريز، هذا الكافيتيشن الراديوليسنسي موجود عندي كاريس، فممكن اقول انه هو سبب اللي يعني التوث واصل مرحله الغازه اندودونتيك تريتمنت، الانفلاميشن صاير عنده بالفض مال التوث هو اللي اعطاني هذا الابسس. يعني هنا خلصت المحاضره، اخرجكم اليوم بس هي شويه طويله، واي شيء اي شيء ما وضحتكم او ما فهمتوا كتبوا لي على الجروب واني اشرح لكم اياه. يلا شكرا جزيلا.